الناس اللي كانوا واقفين هذاك الموسم اللي كانوا يسيروا في ذاك الموسم يعني راح يستدعوا الى الاداره بحضور محافظ الحسابات ويعطونا يعني تفسيرات عن حتى السيد راح ان شاء الله يعني في القريب العاجل راح يستدعى يتنازل يعني هذا عن هذه الامور يعني خاصه في حدود مبلغ مليار و200 هذا الشيء لا يتقبله العقل يعني ما فيش مقابل يعني تعامل ولا اي واحد ما يتقبلهاش يعني انسان ياخذ مليار و200 خدم 3 اشهر واي عمل يعني حتى العمل يعني البوست اللي كان السيد هذا يقوم به لحد انا قلت لك كمدير عام ما عندناش يعني ما عنديش كونترا تاع سالير يعني كيفاش شركه الباز داروا لها هذه 50 مليون يعني الملف يحال يعني بدون تاخير الى العدل.